أهلا وسهلا بكم. نواصل دورتنا مع الأجهزة الوهمية، اليوم بدرس يمكننا من فتح أي جهاز وهمي قمنا بإنشائه على برنامج فيرتشوال بوكس بطريقة سريعة. لحد الآن نعرف أنه لفتح جهاز وهمي نقوم بفتح برنامج فيرتشوال بوكس، بعد ذلك نختار ذاك الجهاز الوهمي مثلا ونضغط على ستارت فيفتح الجهاز الوهمي وبهما ثبتنا أو نريد تجربة من أنظمة التشغيل. لكن ماذا لو أردت أن أفتح مباشرة أو أنشئ اختصار لأفتح مباشرة جهاز وهمي دون أن أضطر لفتح برنامج فيرتشوال بوكس أو في كوسيط؟ يمكن ذلك عن طريق اختيار الجهاز الوهمي الذي أريد أن أنشئ له اختصار ثم أضغط عليه يمين، وهنا آخر خيار لدينا Create Shortcut on Desktop، نقوم باختياره فيتم إنشاء اختصار لذاك الجهاز الوهمي على سطح المكتب، سواء كنت على ويندوز، توزيع من توزيعات لينكس أو الماك. نفس الشيء جهاز وهمي آخر يتم إنشاء اختصار له. الآن يمكنني فقط بالضغط مرتين على هذه الأيقونة أو على هذا الاختصار أن أفتح ذاك الجهاز الوهمي بسرعة. لكن مشكل هو أنه لحد الآن من يستخدم أيقونات على سطح المكتب يمكنه أن يكتفي بهذا الحد من هذا الدرس، يعني رأينا كيف إنشاء اختصار لجهاز وهمي. لكن من يفضل أن يبقى سطح المكتب فارغ يمكنه جر الأيقونات إلى واجهة مثلا يونيتي، لأني الآن أستعمل أو أقوم أولا ب إغلاق البرنامج. يمكنه إما جر الاختصار لمثلا شايد داكي على هذا الشكل، أو يمكنه إضافة كمشغل لقائمة المشغلات في يونيتي أو في واجهة كنومشل. لكن المشكلة هو أني لو قمت بحذف هذه العناصر تحذف من شريط المشغلات في يونيتي، وأيضا في شريط داكي مثلا ليس هناك أي تجاوب، كأني لم أربطها بأي برنامج. أنا أقوم بحذفها من هنا عن طريق جرها أعلى. ولحل هذا المشكل سنقوم بإنشاء مشغل لكل جهاز وهمي قمنا بإنشائه على فيرتشوال بوكس في قائمة المشغلات. لذلك سنحتاج لبرنامج اسمه ألاكارت، ومثبت على ما أعتقد بدئيا في توزيعات أوبونتو، ستجدونه في مركز برمجة أوبونتو لمن ليس له، مثبت باسم مين منيو القائمة الرئيسية. إذا نفتحه من اللوحة الرئيسية ألاكارت، أو تبحث عن القائمة الرئيسية أو مين منيو لو كنت تستخدم أوبونتو باللغة الإنجليزية. هنا سنختار أو سنضيف عنصر. القائمة الرئيسية هي التي تتحكم فيما يظهر هنا في اللوحة الرئيسية من قائمة البرامج، أنواعها وأيضا الأمكنة. نفس الشيء بالنسبة لمن يستعمل واجهة جنوم كلاسيك، فهي التي تتحكم فيما يبدو في قائمة التطبيقات والأماكن. إذا الآن سأختار هنا، سأضيف عنصر لهذه القائمة، سأضيفه في مثلا في قائمة الملحقات، يمكن أن تختار أي فئة تريد. هنا سأضغط على عنصر جديد. أنتبه أولا إلى أن النوع هو تطبيق، يجب أن يكون تطبيق، والمعلومات الأخرى كي لا نضيع الوقت سأقوم فقط بنسخها من اختصار جهاز وهمي. إذا أقوم بإعادة فتح جهاز وهمي أو إنشاء، وأنا أضغط يمين عليه وأختار الخصائص. الاسم يمكن أن أعطيه أي اسم، لكن يجب الانتباه للاسم الذي أعطيه لأنه هو الذي سأقوم بالبحث عنه من بعد. إذا أعطيه مثلا هنا VM Windows، الأمر أقوم بنسخه هنا، والتعليق أقوم فقط بنسخه. يمكن أيضا أن أعطيه أي تعليق أريد، أخيرا أضغط نعم. الآن ألاحظ أنه تم إضافة
عنصر جديد. نسيت أن أشير إلى كيفية تغيير الأيقونة. إذا يمكن تغيير عن طريق اختياره ثم الضغط على الخصائص، وهنا يمكن أن تضغط على الأيقونة وتختار أيقونة تريدها أنت. أنا الآن كي لا أدخل في تفاصيل كثيرة سأختار أي أيقونة. إذا الآن علي فقط أقوم بالإغلاق هنا، أقوم بحذف هذا العنصر. الآن يمكنني أن أفتح ذاك الجهاز الوهمي. أولا أقوم بالبحث عنه، سميته في ام ويندوز تماما، وهذا أقوم بالضغط عليه فيفتح مباشرة ذاك الجهاز الوهمي ويندوز. والآن لدي إمكانية أن يقوم فقط بالضغط يمين وثبت في الشريط فيتم تثبيت الجهاز الوهمي. الآن لو قمت بإغلاقه سيبقى دائما مشغل خاص بذاك الجهاز الوهمي، يمكن أن أفتحه منه مباشرة دون أن أضطر لإبقاء هنا اختصار على سطح المكتب. نفس الشيء بالنسبة لجهاز وهمي آخر، تتبع نفس الطريقة، تعطيه اسم، تقوم بنسخ معلوماته من أمر وتعليق لو لم ترد تغييرهما، تغيير التعليق. الأمر يجب أن يكون كما هو، وتضيفه لشريط المشغلات بهذه الطريقة. إذا نلتقي في درس قادم مع دائما لنكمل دورة الأجهزة الوهمية. إلى اللقاء.